تعال نحول الدنيا دي كلها العربي ونخش شوية في العربي كمان. كبر بزوم. تعال نحول كل ده العربي. دي مثلا هنقول مثلا ايه المدونة، ودي دبل كليك دبل كليك كمان أعمال الأعضاء، الكورسات، اتصل بنا مثلا، واختار دي بشيفت ودي ودي واقول له كل ده خليه لي تي ال اف، وخلي لي ده كله نوع الخط اللي انا كنت شغال عليه في الصفحة الرئيسية اللي هو ايه، هو ده تمام. هاجي اساوي بينهم كلهم، بالك دي كانت شيب انا بحولها، بحولها ايه بوتون، هساوي بينهم كلهم. انا عايز اكسر دي خالص، اكسرها احولها بريك ابارت، دول اخليهم مثلا فوق، وهساوي بين المسافات بتاعتهم. اوكي اخلي دي كلها مثلا اوبجكت واحد اللي هي جروب مؤقتا تمام، واخلي دول اخد دي معاهم كمان واخليهم يساوي بينهم كلهم. اوكي انا كده عملت المسافات بتاعتي وانها مش مظبوطة ومش عجباني. طيب خلي ده كمان رأسي بالشكل ده، طلعهم فوق كلهم شوية في النص كده كويس. حولت ده كله لإيه؟ الخط بتاعي. خلاص أنا عملت إمبيد هنا في الأول لمين؟ للفونت بتاعي. ما قلقش بقى خلاص، مش هقلق. تعالى نعملها تاني، هدلت ده خالص. أوكي جيت عملت اخترت واحدة من دول وقلت له إيه، اختار لي الخط اللي عندي بس على الجهاز وعايز بيه الناس تشوف نفس الإيه الخط على الويب سايت من جهازه، هو مش عنده نفس الخط. إمبيد تاني، وبقول له ايه اسميه منيو فونت جميل، ومثلا هاخد له دي ودي، يعني الابر كيس واللور كيس هي حروف بس ما فيهاش اي علامات غريبه يعني. طبعا الاكشن سكريبت دي لو انت هتشتغل علاقه بعلاقه بين الاكشن سكريبت والتكست بتعمل هنا دي، بس انا دلوقتي مش بصدد ده دلوقتي، فبقول له اوكي خلاص انا طالما رفقت الخط بتاعي ما قلقش، يعني مش ضروري اعمل كل ده في كل ده، خلاص هي مره واحده هو خلاص بيسبورت اوتوماتيك للخط. تيست الموفي مية مية تمام. طبعا كل ده بيتحول لبوتونز وبعدين عشان تبدأ تخش على الصفحات. تعال بقى نكتب هنا حبة، اضغط على التي من الكيبورد او ايقونة التي وقول له مثلا هنغير نوع الخط. ماشي نغير نوع الخط، هنقول له ايه اي خط مناسب ده مثلا، هنقول له مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بس هو بيكتب ايه من الشمال رايح لليمين، الدايركشن هغيره من اليمين، هو ده اللي انا اتكلمت فيه بقى المحاضرة اللي فاتت، من اليمين الى الشمال، ده الدايركشن بتاعي. هيبدأ يظبط لي بقى الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنقول اتشرف أكاديمية فستان خط انجليزي جي اف اكس بتقديم كورس الفلاش، وحول سي اس 5.5
لأعضائها مثلا الكرام. جميل، هاخد ده كله كنترول ايه كنترول سي كوبي. جميل، اروح جاي واخد ده، اكبر بقى المساحة دي شوية. تعال نظبط بقى التكست فيلد بتاعنا. خليه مثلا بنفس ارتفاع الصورة من فوق ومن تحت. جميل، نقطتين، هاخد كل ده كوبي وهعيد تاني بيست 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 عشان يبقى فيه كلام كتير واشوف التناسق العام بتاعي كويس. يبقى انا عملت حاجة زي كده، ما فيش اي مشاكل في الكتابة داخل العربي. تعال نعمل تيست ونجرب. تيست، بص بقى شوف اللي حاصل. اللي حاصل دلوقتي ايه؟ جاي مقطع كويس. طيب تعال نشوف الموضوع ده ليه. ليه؟ لان هنا انيميشن. انا عايز ايه؟ يوز ديفايس فونتس، يعني اللي عندي اقرا، ما تقراهوليش انيميشن، اقراهولي ايه من الجهاز عندي. يوز ديفايس فونتس. تعالى نعمل تيست الموفي تاني، بدأ يظبط لي الدنيا خالص. تعالى نعمل تيست الموفي تاني، ظبط لي الخط زي ما انا شايف. يبقى تاخد بالك من النقطة دي. هل الخط ده، نيجي بقى المرحلة، انا كده خلاص انا على جهازي زي الفل، ظبط الدنيا على جهازي. عايز اظبط بقى الناس اللي هتشتغل والناس اللي هتشوف على الويب سايت. هروح جاي، الخط ده طبعا خط غريب مش عند الناس كلها، امبيد، واقول له مثلا ده اسمه التكست فونت. جميل، يبقى انا كده ظبطت حالي، عملت تكست فونت وعملت المنيو فونت كده. انا ما بخافش بقى من حاجة خلاص. اوكي، هعمل تكست فيلد هنا. جميل، الدايركشن بتاع الرايت تو ليفت. جميل قوي، ماشي، كنترول في. جميل، اوكي، عشان اخد دي عملت كتير قوي لان ايه في كتير. اروح واخد دي كده ضغط عليها ضغطة واروح جاي ضغط هنا كويس بالارو اهو بالاسهم بتحرك. اضغط شيفت والسهم هتلاقيه بيتحرك اسرع شوية، بنط شوية كده. جميل، لسه عنده جوه تحت، هعمل سيليكشن تول بفي وراح جاي ضاغط هنا وراح ضاغط هنا. اوكي، اظبط سيليكشن تول بالفي وراح ضاغط في حاجة لسه. في ده، في كتير. انا عايز ده كله امسحه، مش عايزه. كويس، دبل كليك زي ما خدنا قبل كده. سوري، انت اختاره وخلاص. نظبط بقى ده مع الصور. صور دبل كليك من هنا، ونقول له والله اعملهم لي الاثنين نص بعض. ظبط بقى التنسيق العام بتاع الويب سايت مثلا. كويس، هات لي ده وده وده وخليهم مثلا الحزب بتاعهم من فوق كده. انا ظبطت الويب سايت بتاعي مفيش ولا كده. هنا اغير اللون مثلا الابيض شويه. اوكي، تعال نشوف تيست. جميل، شفت هنا رايح جاي من الشمال. اوكي، وهنا عايزين نخليه بادئ من اليمين. نخلي ده وده كل ده، علم عليه كده وقول له ايه ابدأني الالاين بتاعك منين، من اليمين. على تاني
شوف هو هنا عاكس لي الايه، يعني انا جاي اقول له بدأ لي من الشمال، هو بدأ لي من اليمين، هنا من اليمين مفروض كده، يعني مفروض ده الاين، لان مظبط الدايركشن. طب الاوتو كيرنل لو عملنا اون، كده صح؟ لا غلط برضو. طيب يعني هو عمل لنا بالطريقة دي. انا دايما بشتغل مواقع اجنبية، ما بشتغلش فلاش خالص مواقع عربية. الحتة دي يعني لسه دلوقتي معاك اول مرة اعرف الحتة الصغيرة دي، فكويس ان ده حصل برضو عشان نبقى واخدين بالنا. ودايما دايما اتعلم انك ما تتكبرش، يعني انا دلوقتي عرفت حاجة بس اول مرة اقولها، جميل. ليه؟ عشان انا لما ادرس اعرف، لان اول مرة اعرف حاجة يبقى انا فهمت مستواي، انا عرفت حاجة جديدة واعترف بيها. تمام، عايزك تخلص بقى الكورس ده ان شاء الله تلاقي شغلك على طول. هقول لك على شوية اسرار طول ما انا ماشي. ادينا بنعمل في ويب سايت، وقبل كده هنعمل عملنا شوية حاجات، وبعد كده هنعمل في كرتون وانيميشن، وبعدين في اخر خالص في ليفل اكسترا كده اضافي. ده الواحد طبعا سعر لوحده، ده من خلاله بقى بتبدأ تدرب نفسك على تطبيقات عملية فعلا تجيب منها فلوس ودخل ليك، ما عدا الويب سايت. الويب سايت ده الحقيقة هو ورشة لوحده او كورس لوحده، لانه فيه اكشن سكريبت كتير، فلازم تبقى عارف اكشن سكريبت شوية. الكورس الاخير او الليفل الاخير خالص ده، من خلاله هتبدأ تعرف تعمل سلايد شو، تعرف تعمل برزنتيشن، تعرف تعمل ايميج جاليري، الكلام اللي هيبتدي يحركك شوية. واقول لك ازاي تستفيد من الكورس ده داخل الكلام ده كله عشان تبدأ تجيب لنفسك دخل يساعدك انك تكمل بقية الكورسات، ويساعدك انك تطور مستواك وتعيش. بإذن الله كل خير، وربنا يجعلها فتحة خير على الجميع. السلام عليكم.